أم زهراء زوجها يعمل في الحراسات يعني على وزارة الداخلية، استشهد أثناء الواجب يعني منذ 16 عام، إلا أن زوجته وأبنائه لم يحصلوا على راتب تقاعدي. عند المراجعة تبين أن هنالك خطأ في الاسم، كان اسمه حسين وفي دائرته وفي المعاملة مال التقاعد مسجل باسم حسن، فكانت هذه هي الإشكالية. نتمنى من وزارة الداخلية أن تتابع هذه القصة وهذا الموضوع. هذولا أبناء شهيد وهذولا يعني مع الأسف يبقون بدون راتب تقاعدي، شلون يعيشون أيتام لآباء أبطال قدموا نفسهم في تضحيات من أجل أرض هذا البلد؟ إذن راح نشوف هذا التقرير أو هذا اللقاء مع هذه السيدة من كربلاء ومراسلنا وليد الصالحي، خلونا نشوف. طبعا موضوعنا اليوم هو مناشدة من امرأة كربلائية بعد مقتل زوجها الذي يعمل بالحراسة الأمنية والمنسب لوزارة الداخلية. بعد مراجعة المرأة لمركز شرطة العباسية لغرض يعني تسيير أمور معاملة الراتب يعني المخصص لأطفاله بعد مقتله، لكن هناك مشاكل جمة حقيقة وهي امرأة. أم زهراء راح تتحدث لنا عن القصة وشنو اللي تتعرض له وشنو المشاكل اللي تواجهها. السلام عليكم زهراء. عليكم السلام. زهراء احكي لي بالتفصيل شنو اللي تواجهي من مشاكل. بعد ما قتل زوجي يم المستشفى كان حارس أمني وحارس أمني وطني، حارس ليلي هو على الداخلية. رحت راجعت يعني أطفالي كانوا يعني ابن الصغير كان يسحب، فرحت هواي راجعت أنا بالمعاملة ما انطوني إلها أي نتيجة يعني أبد، من الباب الضابط يطردني. ليش؟ ما انطاني أي أوليات، يقول هاي بها تزوير، بها يعني شلون يريد يقلب هذا علي، يقول هاي بها تزوير. راح وياي الضابط النفسي اللي كان يسلمنا راتب زوجي، قال ترى زوجها اللي كان يداوم وأنا أعرفه يعني زوجها ومستمسكاته هاي موجودة، قال لا هاي المعاملة مالتهم تزوير وهي مجرد خطأ بالاسم، يعني نقاط ما خلي للاسم. فرفضوها من يومهم. هو اسمه حسين، فهم مسوينا حسن ما قبله وصححون الاسم، هو أي مشيت بالمعاملة. وهسه كل فترة أروح أراجعهم أقول بلكي تغيروا يعني ينطوني أوليات. يقول صار لها 16 سنة يعني وأولادي كبرى، واحد من أولادي بفيروس بالكبد يعني كل 3 أشهر يحتاج علاجات وكلهم سادس. وراتب زوجك للدولة يوم ما تستلمي؟ أي، وأي راتب وأي حقوق إلا ما انطوني. وحتى يعني هو انقتل يعني ما هو مظلوم أثناء الواجب يعني ما حصلوا شيء أطفاله. طيب شنو الرسالة اللي توجهها للسيد عثمان غانم وزير الداخلية لغرض؟ أطلب من الله ومن عنده يطلع راتب الأولادي، كل شيء ما أريد، هاي ما أريد شيء من عندهم، يطلع حقوق أولادي يعني ما لهم مستقبل، إحنا قاعدين ببيت إيجار. شنو مستقبلهم ذول أولادي؟ يردون دراسة باش عقب وراهم زواج، هذا اللي أطلبه من عندهم.